كثير من هذه الألفاظ التي هي أصبحت تغزو المعرفة وهي مجملة، وهي مجملة. هناك غير اللفظ المشترك، اللفظ المجمل، وهو اللفظ الذي لم يتضح معناه من نفسه، مثل كلمة الصلاة في القرآن الكريم والزكاة، فهي مجملة بيّنتها السنة، لكنها من حيث لفظها مجمل، تحتاج إلى بيان في السنة، وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك من الألفاظ المجملة التي يعني كان لها مع الأسف تأثير في استنزاف المجتمع كلمة الاختلاط. ما حكم الاختلاط؟ نصف القاعة حرام، نصف القاعة حلال. هذا يتكلم عن شيء وهذا يتكلم عن شيء آخر، ما يثبته هذا ليس ما هو ليس هو ما ينفيه الآخر. طب ما معنى الاختلاط؟ لا نعرف. طب الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فهذه الكلمة استنزفت كثيرا حقيقة، لكن عرفوا لنا الاختلاط فيأتيك بتعريف الخلوة. طيب ما هو الاختلاط؟ ما هو كذا؟ طيب هل تكلم الفقهاء عندهم مصطلح فقهي اسمه الاختلاط؟ لا يوجد. طيب هل يتكلم الفقهاء والأصوليون بهذا المنطق أم يتكلمون عن تفاصيل دقيقة؟ يأتي بفعل محدث ثم يقول هذا حلال، يأتي بفعل محدث يقول هذا حرام، لكنه لا يوجد هناك كلمة مجملة اللي هي الاختلاط، وبالتالي هذا عنده اختلاط يختلف عن ذاك وذاك عن آخر، وهكذا إلى أن كانت هذه الكلمة سبب في الاستنزاف أيضا. الآن يشيع كلمة التكفيري. كلمة التكفيري، من هو التكفيري؟ ليل نهار تصدر علينا وسائل الإعلام بالتكفيري، بالمتطرف. من هو المتطرف؟ التشدد الديني، الإسلام الراديكالي، الإسلام المعتدل، كلها مفردات لا ندري ما هي، لكنها يعني تتداول في المجتمع على نطاق تجاري واسع جدا، ولكن الناس لا يدرون ما هذه الكلمات. لذلك يعني هذه الكلمات يعني موغلة في الإجمال. تكفيري يعني نسبة إلى أنك تقول فلان كافر. طيب القرآن يكفر الكفار، هي صار القرآن تكفيري يعني؟ طيب كيف نفعل؟ لا، المفروض يكون عندنا اصطلاح الغلو في التكفير. الغلو في التكفير، إذن التكفير حكم شرعي، حيث ظهر موجبه يجب بيانه، لأنه يتعلق به الزواج والطلاق والأموال والأنساب وانتماء الأمة. ولذلك لست ورعا ولا تقيا عندما لا تكفر الشيطان. لست أنت ورعا ولا تقيا، عليك حيث ظهر موجبه وكنت أهلا له وتولته الجهة المختصة وتحققت من تحقق الشروط وانتفاء الموانع، يجب البيان للأمة أن هذا ليس منا. واضح؟ فلذلك ليس ورعا أن تخلع على عبدة الأوثان أنهم مؤمنون. أنت لست ورعا، أنت تمنح صكوك غفران، أنت رجل دين وأرجعتنا إلى عهد صكوك الغفران، والمغالي يرجعنا إلى عهد صكوك الكفران كذلك. إذن الخطاب الإيمان ليس لي ولا لك، هناك إجماعات لهذه الأمة. أنا لست يعني واحد يقول أنا عندي ليس بكافر، ما شاء الله، هذا معناته ممكن واحد عندك كافر وهذاك هذا عندي كافر وهذاك أنا عندي مسلم، أي مجتمع هذا؟ لا، إذن تم تشويه قاعدة المجتمع. الحياد الإعلامي، ما معنى الحياد الإعلامي؟ هل أنت منتمي لقضايا المسلمين؟ المسلمون لهم قضاياهم، يعني هل أنت تريد أن تتستر عن تخليك عن واجبك تحت كلمة الحياد الإعلامي؟ وكيف يتفق هذا؟ عليكم السلام. وكيف يتفق ذلك مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ إذن هذه الكلمة أيضا أنك أنت محايد مع من؟ إذن أنت تقف على مسافة واحدة بين الجلاد والمقتول، ستسأل أمام الله، هناك إنكار منكر واجب. إذن هناك مفردات يجب أن تكون محددة، وأن يكون هناك يعني شيء من التحديد لهذه الكلمات. العدل، المجتمعات تخرج للمطالبة بالعدالة، نريد العدالة، هاتوا العدالة، ائتونا بالعدالة، نضحي من أجل العدالة. ما هي العدالة التي تريدها؟ لا نعرف، لا نعرف. في المفهوم الغربي لا يوجد عدل مطلق، لا يوجد حق مطلق، الحق متغير، قد يقرر الحق القوة، أنت لا تقرر الحق إلا إذا كنت قويا، لأن الحق معناه المنفعة. ولذلك مفهوم العدالة غير واضح، لكنه بالنسبة لنا ما أذن الله به فهو عدل، وما نهى عنه نهيا جازما فهو الظلم. لذلك علينا أن ننتبه إلى موضوع
تحرير مصطلح العدالة، لأن مصطلح العدالة الآن مع الأسف غير محدد إعلاميا. إذا كنت قويا ستضع قانونا ويصبح العدل هو القانون، بمعنى أن الأقوياء هم الذين يحددون العدالة، لكن الله أنزل العدل من عنده، قال وقول الحق من ربكم، هو نازل من عند الله ليس نابعا من عند الناس، نازل من السماء ليس خارجا من الأرض. إذن البشرية مرتبكة في العدالة، يعني هناك عشرات الملايين قتلوا في الثورة البلشفية من أجل الملكية العامة، من أجل الملكية العامة. بعد ذلك أين الملكية العامة؟ أين الاشتراكية؟ ما بال هؤلاء العشرات من الملايين قتلوا من أجل هذا، وبعد ذلك رجعوا إلى اقتصاد السوق. كان هناك مفهوم معين للعدالة ثم نسف ذلك المفهوم، فلينسف المفهوم. لكن حياة أولئك الناس، هؤلاء الناس الذين هلكوا، من الذي يتحمل مسؤوليتهم أمام الله؟ إذن تم هناك تضليل في العدالة، لذلك لابد من تحرير معنى العدل، وهو ما أذن الله تعالى به، والظلم ما نهى عنه نهيا جازما. الآن في عندنا إشكالات أيضاً.